السلام عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من التلفزة التونسية، هذه عناوينها. تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات ب 317 حالة منذ ظهور الوباء، ورصد نسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 29.95%. خلال اجتماع طارئ حول الوضع الصحي، رئيس الدولة يأمر بمراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدي لجائحة كوفيد 19 في تونس. أهلا بكم. البداية بآخر تطورات الوضع الوبائي، سجلت تونس زيادة يومية قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن 317 حالة خلال 24 ساعة الفارطة. وفي ظل خطورة المؤشرات الصحية تعيش عديد الولايات على وقع إجراءات الغلق والحجر الموجه والشامل. لأول مرة منذ بدء الموجة الرابعة لوباء كورونا تصاعدت أعداد ضحايا الفيروس إلى مستوى قياسي، فقد سجلت 317 حالة وفاة يوم 22 من جويلية الجاري في أعلى حاصلة تبلغ عنها وزارة الصحة في يوم واحد. وبهذه الزيادة ترتفع أعداد ضحايا الوباء منذ الإعلان عن اكتشاف السلالة الهندية والمعروفة بدلتا قبل نحو الشهر إلى 3963 ضحية، ما أثقل حصيلة الضحايا الجملي منذ بدء الجائحة إلى 18369 وفاة. كما تم اكتشاف 5624 إصابة جديدة بكورونا المستجد من بين نحو 18700 تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية يومية قاربت 30%. ووسط تواصل تسجيل المؤشرات الخطيرة المتعلقة بفيروس كورونا، تواصل عديد الولايات إجراءات الغلق والحجر الموجه والشامل، كما شددت عديد الولايات على غرار توزر والمهدية في إجراءات مكافحة كورونا وسط تزايد أعداد الضحايا. وفي الإطار ذاته تستمر جهود المنظومة الصحية لتلقيح أكبر عدد من المواطنين في كل المراكز المخصصة لهذا الغرض، ليقارب عدد الذين استكملوا التلقيح سواء بجرعتين أو جرعة واحدة حسب الحالات 938,000 ملقح وفق آخر حصلة معلن عنها بهذا الخصوص، وذلك وسط وصول مزيد من المساعدات لتطعيم أكثر عدد ممكن من المواطنين في إطار مجابهة كورونا، وخاصة السلالة الهندية السلالة الأسرع انتشارا عبر العالم. أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدي لجائحة كوفيد 19 وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات، وذلك خلال ترأسه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى السبت اجتماعا عاجلا حول الوضع الصحي في البلاد. وأكد سعيد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم أنه قام بما تقتضيه المسؤولية وما يفرضه الواجب تجاه الوطن، ولكن المسؤولية تقتضي اليوم مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة، مبرزا ضرورة القيام بقراءة نقدية لما تم في الأشهر الماضية والوقوف على أسباب تردي تونس إلى هذا الوضع. وتوجه على صعيد آخر بالشكر لكل المتدخلين من إطار طبي وشبه طبي عسكري ومدني وللمجتمع المدني على الجهود المضنية والمتواصلة في كل مكان. لنكن صرحاء، لماذا لم ننجح في هذه المعركة؟ ولماذا وصلنا إلى هذا الحد؟ لا أقول خسرنا الحرب، قد نكون خسرنا المعركة، ولكن لا بد أن ننتصر في الحرب. ذلك هو اختيارنا وذلك هو مصيرنا، ولن نقبل أبدا بالهزيمة. اتخذت عديد الإجراءات على المستوى العالمي وفي المستوى الوطني، ولكنها للأسف لم تؤدي إلى النتائج المرجوة. كان النجاح رسميا، كانت هناك نجاحات في عدد من المستشفيات العسكرية أو المدنية، نجاحات كبيرة، كيف أنقذوا الأرواح، وكان البعض منهم تقريبا في حالة احتضار في سكرات الموت، أخرجوهم من الموت وسكراته وأنقذوا حياتهم. ولكن للأسف الجائحة ما زالت
مستمرة وبأعداد كبيرة، وهناك عدد من المواطنين لا يجدون حتى الأكسجين. منذ قليل كنت أتابع الأخبار بالنسبة إلى مستشفى سهلول في سوسة، الحديث عن الأكسجين. هنا أريد أن أقول على رؤوس الملأ، لسنا في مجال المبارزة أو في مجال المنافسة، نحن دولة واحدة، دولة واحدة، دولة واحدة، ولا مجال لدول داخل الدولة الواحدة. وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومديرة الديوان الرئاسي، بالإضافة إلى وزير الصحة بالنيابة وإطارات عسكرية وأمنية عليا، شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية واحدة ولا مجال لمراكز قوى تتنافس السيطرة عليها أو تفجيرها من الداخل، معبرا عن استيائه من محاولة توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية. وأكد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن التفرقة بين الصحة العسكرية والمدنية حسب نص بلاغ رئاسة الجمهورية. لا أريد أن يكون هناك تفريق بين العسكري والمدني، ليست مواجهة ضد الصحة المدنية وليست مواجهة ضد القطاع الخاص، ولكن المسؤولية هي المسؤولية، ولا بد من اتخاذ القرارات التاريخية التي ننقذ بها وطننا، ننقذ بها التونسيين والصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي من حقوق الإنسان أو من الحقوق الإنسانية كما صاروا يسمونها. الصحة ليست بضاعة، التعليم ليس بضاعة، النقل ليس بضاعة، الضمان الاجتماعي ليس بضاعة، هذا حق لكل مواطن. كتبوا الدستور فليحترموا هذا الدستور الذي كتبوه. قالوا الصحة حق وتضمن الدولة الحق، فلنضمن هذا الحق. كما قلت، ليس هنا للمحاسبة، ولكن أولا لنبين أننا نعمل ليلا نهارا وسنواصل العمل ليلا نهارا. في جندوبة وتحديدا في معتمدية بوسالم، تمكن المستشفى المحلي من توفير مادة الأكسجين لمرضى كوفيد 19 بعد الاضطراب الحاصل في الأيام الأخيرة، غير أن المستشفى لا يزال في حاجة إلى مخزون إضافي بالإضافة إلى التجهيزات والمعدات الطبية الضرورية، علما وأن المستشفى المحلي ببوسالم لا يتوفر فيه مسلك خاص بمرضى الكوفيد ويتم خلط المرضى ما قد يتسبب في انتشار العدوى. يتواصل العمل بالمستشفى المحلي ببوسالم لنجدة المصابين بفيروس كورونا رغم محدودية الإمكانيات والمقيمين بقسم كوفيد 19 أو القادمين لقسم الاستعجالي، في ظل تزايد أعداد المصابين في الفترة الأخيرة ونقص الحاد في كميات الأكسجين على خلفية التأخر في التزويد أول أمس، مما تطلب التدخل العاجل من قبل الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة مع الشركة المزودة لتوفير 15 قارورة أكسجين إلى جانب المكثفين الموضوعة على ذمة المستشفى. وتم تلافي هذا النقص بتوفير عدد مكثفات أكسجين وجلب قوارير من مستشفيات مجاورة وإعداد خطة بديلة بتوفير أكبر عدد من مكثفات الأكسجين لوضعها احتياطيا في حالة نفاذ كمية الأكسجين في القوارير. كل يوم قاعدين نتزودوا من تونس، من باجة، من جندوبة، نوصل نعمل حتى 4 مرات في النهار. ضغط كبير، طلب متزايد، والقوارير اللي عندنا ما عادش تكفي، نطلب منهم باش يمكنونا من خزان اكسجين. وصلنا نتزودوا ب 1500 لتر في النهار، 30 دبوزه اكسجين في 24 ساعه ما عادش تكفي.
وضعية دقيقة زادت في الضغط المسلط على الإطار الطبي وشبه الطبي المنهك جراء ارتفاع أعداد المصابين في صفوفه منذ بداية الجائحة وقلة الانتدابات في ظل وضعية وبائية حرجة جدا، حيث سجلت الدائرة الصحية بوسالم بلطة بوعوان 2347 إصابة منذ بداية الجائحة و104 حالة وفاة من جملة 459 حالة وفاة بولاية جندوبة. ولهنا في الاستعجال بوسالم ما عندناش سيركوي كوفيد باش نجموا نسيطروا على ولينا نشوفوا المرضى نون كوفيد والكوفيد مع بعضهم لهنا في القسم الاستعجالي. هذا يضعف المخاطر بالطبيعه على الاطار الطبي والاطار شبه الطبي. في الأثناء تتواصل عمليات التلقيح بالمركز المحلي ببوسالم بنسق مرتفع، حيث بلغت نسبة الإقبال على المركز 70% وعدد الملقحين 5873 من جملة 8800 مسجل بالمنظومة الوطنية للتلقيح إيفاكس. في ولاية جابس انتقد عدد من مكونات المجتمع المدني عدم مساهمة المؤسسات الصناعية الكبرى بالجهة وخاصة منها الملوثة للبيئة عدم مساهمتها في المجهودات المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا. في الوقت الذي تشهد فيه ولاية جابس وضعا وبائيا خطيرا لفيروس كورونا، تبدو المؤسسات الصناعية بالجهة غائبة في حرب هذه الولاية ضد هذا الوباء الخطير. المجتمع المدني بجابس ينتقد بشدة المؤسسات الصناعية الكبرى وخاصة منها المؤسسات الملوثة للبيئة لعدم وقوفها إلى جانب القطاع الصحي الذي يواجه اليوم صعوبات كبيرة في مجابهة جائحة كورونا. وفق القانون 35 المؤرخ في المصادق عليه في البرلمان في 28 مايو 2018 وكذلك إحداث اللجان القيادة الجهوية المسؤولية المجتمعية حتى تتصرف معناها اللجان هذه في الموارد نتاع المسؤولية المجتمعية وتحطها في مكانها. اليوم تونس في حرب كبيرة مع الكوفيد والنسيج الصناعي معناها يزيد علينا بالتلوث واستغلال معناها الثروات الطبيعية نتاعنا. فما محدودية نتاع إمكانيات، هذا ما يخفى على حد. في يعني الموجات اللي شفناها وصل طاقة استيعاب قصوى، فما أزمة كبيرة واضحة نتاع أكسجين. للأسف هي عادة في الأزمات راي عادة تتكاتف الجهود بين القطاع الخاص وبين مؤسسات الدولة، هذا غايب وما شفناش للأسف. النسيج الصناعي يكاد يكون غايب تماما. الهياكل الصحية بجهة جابس لا تخفي حاجتها الماسة للدعم حتى تتمكن من النجاح في حربها ضد فيروس كورونا. المشاكل اللي هي حينية واللي هي معناتها استعجالية لازم المعالجة نتاعها حينين، مثلا توفير الأكسجين اللي هو نجم نجاوزوه بتوفير صهاريج بالنسبة للمستشفيات المحلية، لأنه ما نجموش يستعملوا معناتها الدبابس خاطر الدي بي كبير ياسر، دونك من المستحسن توفير صهاريج، ولما لا توفير معناتها وحدة لإنتاج الأكسجين بالمستشفى الجهوي بجابس. الآلات معناتها الكونسنتراتور دوكسجين هذول حاجة لازمة، علاش؟ خاطر يخففوا الوطء على المستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي، معناتها فما مرضى اللي نجموا نعالجوهم في الدار. ولاية جابس التي تضررت من التلوث الصناعي تبدو فيها حسب البعض المسؤولية المجتمعية غائبة تماما عن إدارات المؤسسات التي تسببت في ذلك التلوث. تشير آخر الإحصائيات إلى إصابة نحو 3000 طفل بفيروس كورونا خلال أسبوع فقط، أرقام تؤكد أن خطر فيروس كورونا أصبح يهدد حياة الأطفال خلال الموجة الأخيرة من الجائحة. رئيس جمعية طب الأطفال محمد الدعاجي دعا إلى التسريع بتلقيح الأطفال والمربين والأولياء لضمان عودة مدرسية آمنة. ارتفاع مفزع في عدد الإصابات والوفيات في صفوف الأطفال بفيروس كورونا أو لنقل بالسلالة الهندية خلال الموجة الرابعة من جائحة كورونا، ليتجاوز العدد الجملي للوفيات 52، أما المصابون فقد تعدى 20,000، مع تسجيل 3000 إصابة بالوباء خلال أسبوع فقط، وفق رئيس جمعية طب الأطفال محمد الدعاجي. وصلنا من أول الجائحة ل 20,000 طفل أقل من 18 سنة، التحليل كان إيجابي. وفي الجمعة الأول متاع جويلية يعني آخر جوان أول جويلية حتى نحسبه بالجمعات هكاك من نهار اثنين نهار سبت، وصلنا 3000 حالة إيجابية. على الأقل توا نجم نقول فما 52 وفاة من أول جائحة. توا نحب زاد نطمئن اللي يسمعوا فينا، راهو في برشا حالات
راهو اللي توفاو حاملين للفيروس ومش متوفاو بسبب الفيروس، بالاخص في الاسره اللي تعدت في الشهر هذا. صحيح فما حالات اللي بسبب الفيروس. والمقلق وفق محدثينا أن جل الإصابات بالوباء خلال هذه الموجة تم تسجيلها في صفوف الأطفال الأقل من سنتين، وصلت حد الإقامة في قسم الإنعاش. تقولي كيف اختار السلالة هذه الجديدة؟ تعدي بسهل. دوك الصحنة الفيروسية عندها أقوى، ولكن قد تعطي في حالات صعيبة عند الصغار لأقل من عامين وحتى أقل من عام. هذا ويدعو رئيس جمعية طب الأطفال إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتسريع حلقات الحجوى والتسريع بتلقيح الأولياء والأطفال والمربين. ندعو المشروع أن يدعم أقل من عام وأقل من عامين ديما بالماسك عند الوقود. علي أكبر نتفاداو كل ما هو حفلات، كل ما هو عيد، كل ما هو مجهود مساحة تجارية. لازم يأكل من 6 سنين ينخرجوا من نفسهم من 6 سنين 18 من أقل عامين من نوع من عامين 4 سنين أو 6 سنين تقريبا ما يعرفوش صغار ويعرفوا جديد. طلبنا أنه نقوم من توا أنفقوا ونعمل استراتيجية في البلد للتلقيح من شوط 6 بين 12 و6 سنين كيف نجم نعمل عودة مدرسية إن شاء الله. أنا بديت صارت تتحسن شوي في من سبتمبر، أنا ياخذوا الاحتياطات من توا ندخلوا للصالة نلقحوا للأساتذة اللي نزلوا وحتى المديرين والعمال اللي في المدرسة ونحضروا برنامج وقائي ماسك وبدال. ورقم صحي دقيق شامل كل الفئات العمرية، وعليه وجب اتخاذ إجراءات حينية لتجنب ما هو أسوأ. أمين دعت وزارة الداخلية مساء أمس الجمعة إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن التكفير لإقبال بنت محمد علي بن عبد الله عند مشاهدتها أو الحصول على أي معلومات تخصها، وذلك في إطار التعاون المواطنين مع الداخلية وتوقيا للأعمال الإرهابية. وأوضحت الوزارة أن المعنية بالأمر قد تكون منتقبة وأنه مفتش عنها من أجل تورطها في قضية الإرهابية. ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين هذه الأرقام للتبليغ عنها في حال مشاهدتها، وهي كالتالي: 71-35-80-10-11 رقم الخبر، 193 الحرس الوطني، 197 الأمن الوطني، أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية. في شأن آخر، علقت مؤقتا إحدى الشركات العالمية البحرية علقت حجوزاتها لنقل الحاويات نحو ميناء رادس، تعليق تعود أسبابه إلى مشاكل عديدة من بينها مظاهرها مسق إفراغ الحاويات الذي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب والمرغوب. تردي مستوى خدمات الشحن والتفريغ داخل ميناء رادس كان من الأسباب المباشرة لتعليق إحدى كبرى الشركات العالمية البحرية تعاملها مع ميناء رادس، تعليق وصف بالمؤقت. مسق مرضية ميناء رادس تأثر في الأسابيع الأخيرة بهذا العملية الاتصال، عملية كورونا، عملية نقص في جاهزية المعدات، تراجعت عملية الشحن والتفريغ أدى إلى طول بقاء السفن في ميناء رادس. الشركة هذه الفضاء المعد لخزن الحاويات الموجهة إلى تونس امتلأ وأصبح مكتظ، ما عادش عندهم تحط الحاويات في ميناء رادس. هذا وقتيا وبصفة مؤقتة أوقفت الحجوزات الجديدة على مستوى التوريد إلى تونس على ميناء رادس فقط. وتشكو هذه البوابات البحرية مشاكل هيكلية عديدة، تقول سلطة الإشراف إنها تسعى لحلها من خلال برنامج متعدد المحور، منها ما يخص الجانب التكويني والاجتماعي، ومنها ما يتعلق بتجديد المعدات والتجهيزات والتطبيق الفعلي والكامل للمنظومة الإلكترونية للتصرف في الحاويات، ومنها ما يهم توسيعة الميناء حتى يستجيب لمتطلبات تطور حركة الحاويات. وعندنا برنامج لتوسيعة ميناء رادس وبناء رصيفين على مسافة تقريبا 530 متر بالتعاون مع الجانب الأمريكي، كذلك تهيئة تقريبا 14 هكتار ورصيفين هذا، وتهيئة الجزء الأول من منطقة الكرسية تقريبا 20 هكتار، كذلك بناء زوج محاولات باش يسهلوا سيولة الدخول والخروج من ميناء رادس. البرنامج هذا تقريبا سقط عليه وموافق عليه وتم الموافقة عليه من طرف الجانب الأمريكي. وفي انتظار تنفيذ هذه البرامج واستعادة الثقة بين عدد من الناقلين البحريين العالميين وميناء رادس، تبقى حركة الشحن والتفريغ في هذا الميناء التجاري ضعيفة مقارنة بمثيلاتها في عدد من الموانئ التونسية الأخرى رغم ضعف الإمكانيات اللوجستية بها، وفق المدير العام للنقل البحري والموانئ يوسف بن سعنا. وليا أعلن وزير التحول البيئي في إيطاليا روبرتو سينجولا اليوم فشل وزراء الطاقة والبيئة في دول مجموعة 20 بالتوصل إلى اتفاق بشأن صياغة التزام رئيسي متعلق بمكافحة التغير المناخي في البيان الختامي لاجتماعهم. وكان اجتماع مجموعة 20 يعد خطوة حاسمة وبين محادثات الأمم المتحدة للمناخ التي تنعقد في غضون 100 يوم في نوفمبر في غلاسكو، وعدم التوصل إلى أرضية مشتركة وبين ذلك التجمع سيعد انتكاسة لآمال التوصل إلى اتفاق في اسكتلندا. وأبلغ سينجولا الصحفيين أن وزراء المجتمعين في جنوب إيطاليا أخفقوا في حال نقطتين خلافيتين سيتعين النظر فيهما خلال اجتماع رؤساء دول وحكومات المجموعة خلال قمة في روما في أكتوبر المقبل. تشهد مناطق عدة بشرق آسيا فيضانات خلفت حتى الآن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين، وكانت الأجواء القاسية اجتاحت العديد من المناطق في العالم خلال الأسابيع الأخيرة مسببة حدوث فيضانات في الصين والهند وأوروبا الغربية وموجات حر في أمريكا الشمالية، مما أثار المخاوف من جديد بشأن التغير المناخي. بعد معرفة عديد الدول الأوروبية من فيضانات وأمطار خزيرة، تشهد اليوم مناطق عدة بشرق آسيا اضطرابات جوية كبيرة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات خلفت حتى الآن عشرات الضحايا والمصابين والمفقودين. ففي الهند ارتفع عدد الوفيات جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 125 وفاة، وواجهت فرق الإنقاذ في الهند صعوبات أثناء التوغل في الوح، والركام اليوم أسب للوصول إلى عشرات المنازل التي غمرتها المياه، مع ارتفاع عدد قتل الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في البلاد. كما تسببت الفيضانات في الفلبين في نقل آلاف من سكان العاصمة مانيلا من مناطق منخفضة بعد أن أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر العاصمة والأقاليم المجاورة بالمياه جراء التفاقم منها بسبب عاصفة مدارية. وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إن نحو 14,000 شخص نقلوا إلى مراكز الإجلاء معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا. كما اجتاحت الفيضانات منطقة سوتشي الروسية للمرة الثانية خلال شهر، حيث دوت سفيرات الإنذار في جنوب روسيا الليلة الماضية بعد أن فاضت مياه الأنهار بسبب الأمطار وتسببت في إغلاق الطريق السريع. بدورها شهدت منطقة الشرق الأقصى الروسي أمس الجمعة فيضانات وألحقت أضرارا بشبكة السكك الحديدية العابرة لسيبيريا، مما تسبب في تعليق حركة مرور القطار والتي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الروسي. مناطق عدة في العالم تشهد خلال الأسابيع الأخيرة أجواء قاسية تسببت في حدوث فيضانات في الصين وأوروبا الغربية وموجات حر في أمريكا الشمالية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ. إلى أخبار الرياضة، بكل جدارة واقتدار نجح لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي في ضمان التتويج بميدالية نهائي الإيطالي ديلا كيلا فيتو انطلاقا من الساعة 1:45 فحظا موفقا له. وفي بقية الاختصاصات الرياضية الأولمبية التي شارك فيها الرياضيون التونسيون صباح اليوم، تأهل السباح أيوب الحفناوي للدور النهائي لسباق 400 متر سباحة حرة،
وانهزم فارس فرجاني وسارة بسباس اختصاص مبارزة بالسيف في الدور 32، وأنهى الرامي علاء العثماني تصفيات الرماية في المرتبة 34، وأحرزت خديجة الكريمي ونور الهدى الطيب على المركز 5 في مسابقة التجذيف، وستخوضان سباق الملحق التأهيلي، كما انهزمت فدوى القارسي في الدور التمهيدي لمسابقة تنس الطاولة، فيما خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة ضد البرازيل بثلاثة أشواط دون رد. وضمن المنافسات الأولمبية أيضا توجت كوريا الجنوبية بأول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو إثر فوز الثنائي كيم جي وأنسان بذهبية منافسات الرماية بالقوس والسهم للفرق المختلطة، وانتصر الثنائي الكوري الجنوبي في الدور النهائي على الهولنديين جابرييلا شولسر وستيف ويغلر، ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 14 ميدالية ذهبية في اختصاص الرماية بالقوس منذ أول لمشاركة لها في الأولمبياد منذ 60 عاما. إذن بأجواء الأولمبياد نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات ب 317 حالة منذ ظهور الوباء، ورصد نسبة التحاليل الإيجابية قدرت ب 29.95%. خلال اجتماع طارئ حول الوضع الصحي، رئيس الدولة يأمر بمراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدي لجائحة كوفيد 19 في تونس. وبإمكانكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة، دمتم بخير.